السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأوفياء. قبل لحظات انتهت المراسم المخصصة للوزن وكذلك الندوة الصحفية التي جمعت بين كل من ريكو فيرهوفن حامل حزام غلوري لوزنها الثقيل والبطل المغربي جمال بن صديق. أجواء هذه المراسم مرت في جو عادي بعيد عن كل المشاحنات ومرت كذلك في جو رياضي. إن شاء الله يوم غد ابتداء من الساعة 8 بتوقيت المغرب سنوفر لكم على قناتنا الروابط الناقلة لأمسية غلوري في نسختها 79. أمسية يوم غد السبت إن شاء الله ستعرف حضور مقاتلين مغربيين وهم كل من جمال بن صديق الذي سيلعب ضد ريكو فيرهوفن ومحمد حميشة الذي سيلعب ضد الجزائري الأصل صامويل دبيلي.